قبل ما نبدأ هذه القصة بغيت نقول لكم أن جميع الأحداث اللي كاينين في هذه القصة هي حقيقية، هي كانت على شكل مقال وأنا رديت على شكل القصة باش تستمتعوا بها. فأتمنى تعجبكم، ولا عجبتكم ما تنسوش تبارطاجيو القناة، و اللي مازال ما مشاركش يشارك معايا. ما عمري ما قلت لكم هذه القضية، ولكن غير باش تطلع القناة ويشوفوا انا جداد ودعموا المحتوى ديالي. تحياتي لكم. سميتي بيل مولدوفسكي، زادت في روسيا او الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت فين زادت. وقتاش زادت ما كيهمش، اللي كيهم هو هادشي اللي غنعاود لكم. كان عندي واحد صاحبي سميتو ميكائيل تاركوفسكي، وهذا صاحبي كنا وياه بحال الخوت. من صغرنا قرينا بجوج ودخلنا عالم التجارة. هو كان يتاجر في الطنوبيلات وانا كنت اتاجر في العقار. فهاديك الوقيتة كونا واحد الثروه اللي كبيره بزاف، كنا من المليارديرات ديال الاتحاد السوفيتي، كنا عايشين بخير حتى نهار الاتحاد السوفيتي ولات روسيا. كنا عايشين في موسكو في واحد البلاصه فيها غلق صوره. في 2002 من بعد ما ولا بوتين هو الرئيس ديال روسيا، غادي صيفط لنا واحد البرا انه كيستدعينا حنا وبزاف ديال المليارديرات اللي كاينين في روسيا. من بعد ما خدينا ديك الدعوه بقينا كنخممو انا وصاحبي ميكائيل، قلنا واقيلا راه الرئيس بغانا غير على ود شي حاجه، يعني شي بيزنس يديرو معانا، ولا بغانا في شي امر نعاونو فيه في الدوله. من بعد سيمانه كان الموعد ديالنا معاه، جمعنا حنا كاملين كنا تقريبا شي 200 واحد في واحد القاعه. القاعه كانت فاخره، الجاج ديالها كان مصنوع في البرازيل مضاد للرصاص، وكان فيها واحد الرخام اللي تقدر الى هبطتي راسك تشوف فيه وجهك بحال شي مرايه، واحد الطبله العود ديالها جاي من الكوت ديفوار ومصايب في البرازيل حتى هو. ملي ريحنا خدا الرئيس الكريم وقال لنا سمعوني اش غنقول لكم. كما تعرفوا انا هو الرئيس ديال روسيا، وجيت باش نرد الامجاد ديال روسيا اللي هاد البلاد صغارت في عينين بزاف ديال الناس، فغادي تعاونوني. ما نطولش عليكم. كيفاش غتعاونوني؟ هو انكم غادي اي واحد فيكم هنا في هاد المليارديرات اللي كاينين دابا، وعارفكم كلكم وكل واحد عارف شحال الثروه ديالو، غادي تعطيوني نص كل واحد فيكم. يعني الى عندك 70 مليار ديال الاورو غادي تعطيني النص ديالها اللي هي 35 مليار ديال الاورو. ونتمنى تكون هضرتي مفهومه. وي سكوت، كان كاين شي تساؤل؟ نقص دار صاحبي ميكائيل ويقول ليه كاين واحد التساؤل، كيفاش حنايا نخدمو و نتعبو ونعطيوك نتايا النص ديال الثروه؟ ويقول ليه فلاديمير بوتين وابتسم، انت ساكن عندي فلوسك عندي، غنقول لكم واحد الكلمه، يا غتعطوني النص ولا غادي ناخذ كل شيء واللي بغيتو، واي واحد ما بغاش
فغندير ليه كلشي وما كاينش شي واحد اللي غادي يمنعني. سالى هذاك الاجتماع وخرجنا كاملين. هذاك صاحبي ميكائيل ما كانش عاجبو الحال، وتا واحد ما كان عاجبو الحال، ولكن كان خاص يتنفذ هذاك الشيء لانه جاي من عند الرئيس، وحنا ما حاطينش فلوسنا في الدار، غنهزوهم ونهربوا بهم. فلوسنا كاينين في الابناك، والابناك كاينين في الدوله، والدوله هي بوتين، يقدر يهز اللي بغى. نص الصباح ما تلقى والو. هذا صاحبي ميكائيل كان كيتوقع اي حاجه الا دار الشيء اللي غيطرى عليه. في الاول 2003 غتجي واحد الكونفوكاسيون، غيقولوا ليه انك متابع بسبب واحد الاختلاسات وما انك ما اديتيش الضرائب ونصبتي على شي ناس. صاحبي ما غيفهم والو، غيقول انا كل عام كنخلص كاع الضرائب اللي عندي وما عمر شي واحد كيتسالني شي سنت. غادي يوصل وقت المحاكمة، غايب شي صاحبي عادي على اساس انه غادي غير يستجبوه وصافي، هضروا معاه شوفوا شنو واقع وغادي تسالي المساله. كانوا مع ميكائيل ثلاثه ديال المحامين من احسن المحامين في روسيا. ملي غادي تبدا المحاكمه القاضي ما غاديش يعطيهم وقت، داكشي غيدوزو بالزربه وغيحكم على ميكائيل بالمؤبد. ميكائيل غينوض وغيبقى يغوت ما غيفهم والو، كيفاش انا كنخلص الديون اللي عليا وكنعاون الدوله ديالي اللي هي روسيا ويحكموا عليا بالمؤبد؟ من بعد ما حكموا عليا بالمؤبد حكموا عليه ماشي غير بالمؤبد بوحدو، جميع الثروه ديالو غتمشي للدوله. وهكا سي فلاديمير بوتين حقق داكشي اللي قال، واللي هو اللي تعطينا النص يعني الدولة كلشي. انا يا تفاديت الوقيت مضطر اني نعطي النص ديال الثروه ديالي، ولكن استفدت من اللي وقع لصاحبي، بقى فيا بزاف ديما كنمشي نزورو. ولكن درت واحد المساله مهمه، هو انني كانوا عندي واحد ثلاثه ديال خوتي، وزعت عليهم الثروه اللي عندي وخرجنا الفلوس كاملين من الابناك وديناهم لدريكسيون سويسرا. حطينا فلوسنا كاملين تماك باش ما عمر ما يطرى لنا القالب اللي طرى للدري صاحبي. ميكائيل كان مسكين ما كيدير والو، عمرو ما قتل تدبانه وتحكم عليه بالمؤبد، فكان خصني نستافد. هزيت عائلتي كامله ومشينا نعيشوا في ستوكهولم في السويد. كاع الجرائد المختصه في الاخبار ديال الاثرياء والمجلات اللي مختصه في تصنيف الثروات ديال الناس الاثرياء ورؤساء الدول، عياو ما يقلبوا وما لقاوش بوتين منين كيجيب الثروه ديالو وفين كاينه. الكريملين كان كل عام كيخرج واحد الاحصاء يقول فيه ان بوتين كيتقاضى 140 الف دولار في العام او 140 مليون مغربيه، وكان الشعب ديما متيق هذه القضيه. كيفاش رئيس دوله كيتخلص قل من مدرب ديال المنتخب الوطني المغربي؟ فهاد القضيه كانوا متيقنها الروس المتعصبين لبوتين، ولكن العالم ما كانش متيقها. واحد المجله سويديه ما غادي تعيق بالقالب حتى 2020. بوتين كان كيفوض صفقات ديال الدوله، صفقات حكوميه ديال شركات اللي كيمتلكوها افراد العائله ديالو، وهكا كان كيكون الثروه ديالو. هو ما كان عنده والو، ولكن على برا كانوا عنده حسابات بنكيه اوفشور اللي كانوا كيحولوها هذوك الناس ديال العائله ديالو، ولدو وخوتو وكاع عائلته كلهم كياخذوا صفقات من عند الحكومه وكيختلسوا الاموال
وكي يديو يحطوها في لي كونت اللي كاينين في سويسرا ولوكسمبورغ وفي كاع الدول اللي كتاكسبتي هاد لي كونت اوفشور اللي تكونوا غير نوامر صحابها ما كيتعرفوش. سميتك نمرة كتختارها انت وحتى واحد ما يقدر يطيح لك. وداكشي علاش بوتين دابا كيعاني في هاد الازمة ديال الحرب ديالو مع اوكرانيا، لان كاع لي كونت ديالو تصادروا ليه وما قادر يدير والو. بوتين كان عنده قصر كيسوى الملاير ديال الدولار، كان السعه ديالو قد الدوله وفيه شي حوايج اللي ما يطيحوش لك على البال، شي حوايج اللي ما تقدرش تتوقعهم، ما عمر شي واحد ما يقدر يتوقعهم. الطواليت ديالو اللي تحطها فيها مذهبه ساويه 75,000 دولار. الى جينا المنطق فبوتين كل نهار كيجلس فوق 57,000 أو 75,000 دولار وكيحطها تما. فبوتين كيشد 140,000 دولار في العام، كيفاش قدر يدير هاد الثروة كاملة؟ عنده أسطول ديال الطائرات كيتكون من 65 طيارة، وما كانش كيعجبو يتنقل في ليموزين، كيبغي يمشي في الهليكوبتر. وكانوا عنده بزاف ديال الباطوات وبزاف ديال اليوت او اليخوت. ف احسن يخت كان عنده فيه 100 متر، وكان فيه جوج ديال البيسينات وقاعه ديال كلوب ديال البوكر، كان كيلعبوا مع ارفع الشخصيات وصل البحر وحوايج اخرى. في التوتال عنده اكثر من 20 يخت، ولكن هذا اليخت اللي قلت لكم هو اغلى يخت، القيمه ديالو 40 مليون ديال الدولار. فكيفاش شخص عادي بحال بوتين قدر انه يكون الثروه وعنده 140,000 دولار؟ هاد الشيء ما غيتعرفش ل 2020 في الوقيته ديال كورونا، وغتعلنها هاد المجله اللي سميتها اوف وورد. هاد المجله هي مجله سويديه، المقر ديالها كاين في مالمو. من 2006 وهي كتنبش على السيره ديال هاد الرئيس فلاديمير بوتين، وما لقات راس الخيط حتى 2020. اما انا فراكون ثروة كبيرة أنا في السويد وفي أوروبا، ما عمري ما كنفكر رجع لروسيا. كيفاش نخدم تنعية ويجي واحد كيبات سكران ويضحك على الشعب ويدي لي النص ديالي باش يمشي يحطه في سويسرا ويحطه في القصورة ديالو ويصيب به طواليت ساوية الآلاف ديال الدولارات باش هو يبقى على خاطره؟ كانت هذه هي القصة ديالي، ونتمنى تعجبكم.